السلام عليكم متابعينا. اختياراتنا تحدد من نحن، وحتى إن كانت أمورا بسيطة وسخيفة، لأنها الطريقة المحكمة التي يعمل بها اللاوعي. في هذا التقرير سنعرض عليك صورة تتضمن 4 أشخاص، وعليك تحديد من هو الشخص الأكثر غباء فيها. وعليها سنقدم لك تحليلا بسيطا لشخصيتك من خلال اختيارك. هل أنت جاهز؟ لنبدأ. إذا كان اختيارك الشخص رقم 1، فهذا يدل على أنك شخص تملك شخصية قيادية وصريحة، وأغلب الأشخاص من حولك يثقون بك ويعتمدون عليك، وتملك أيضا ميزة العناد في بعض الأمور، وأحيانا تتسرع باتخاذ القرارات. لذلك ننصحك بأخذ بعض الوقت في التفكير قبل اتخاذ القرار. أما إذا كان اختيارك الشخص رقم 2، فأنت شخص تفضل في بعض الأحيان ترك المسؤولية على الآخرين والهروب منها، ومع ذلك أنت شخص لطيف، وهذا ما يجعل بعض الأشخاص من حولك يستغلون طيبتك. وأما الأشخاص الذين اختاروا الشخص رقم 3، يحبون أن يحلمون أحلاما جريئة، ولكنهم بطريقة ما يحاولون تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة، والناس غالبا لا تفهم وجهة نظرهم لأنها تبدو لهم مندفعة مع الكثير من التهور. أما إذا اخترت الشخص رقم 4، أنت إنسان صاحب مبدأ مع شخصية جامحة، ولديك آراء لكل شيء يمر من حولك، وغالبا ما تسير ضد التيار. لذلك يجب عليك الحذر من اتخاذ أشياء قد تضر بها نفسك من أجل إثبات وجهة نظرك للآخرين.